السلام عليكم. وقفنا في الفيديو اللي فات عند الدرس بتاع الوحدة الأولى اللي هو كان المستثنى وأدواته. أتمنى أن أنتم تكونوا سمعتوا الكلام وأن أنتم بدأتوا تطبقوا على الدرس عشان يكون الموضوع سلس بالنسبة لكم. تاني درس في الوحدة التانية في منهج شهر مارس، الاسم المقصور. المفروض أن أنا بعرف إيه هو الاسم المقصور وإزاي أن أنا أجيب منه المثنى وأن أنا أجيب منه الجمع بنوعيه اللي هو جمع المؤنث وجمع المذكر السالم. فبيأول بيعرف لي بيقول الاسم المقصور هو كل اسم معرب آخره ألف لازمة. يعني إيه لازمة؟ يعني أصلية، ما ينفعش تتشال من الكلمة. يعني لما أقول لك كتابها، هل هنا الاسم ده اسم مقصور؟ لا. طب ليه أنا بقول مش اسم مقصور؟ لأن كتابها أصلها كلمة كتاب، فالضمير هنا زيادة. لكن ألف لازمة هو بيقول لك إن الألف اللي موجودة في الكلمات أصلية، ما ينفعش إن أنا أشيلها، معنى كلمة هيختلف تماما أو هيختل، مش هيبقى عندي كلمة أصلا. طيب، مفتوح ما قبلها زي كلمة عصا، مفتوح ما قبلها يعني الصاد بيبقى عليها فتحة. سلمى مفتوح ما قبلها يعني الميم برضو عليها فتحة. أعلى، فتى، أرقى. في مجموعة ملحوظات كده بيقول لك خلي بالك إن الاسم المقصور هو اسم وليس فعل. يعني مثلا دعا، قضى، سعى، دي أفعال، ما ينفعش أقول إن دي أسماء مقصورة. وبرضو الاسم ما ينفعش يبقى حرف، فما ينفعش أقول إن إلى وعلى أسماء مقصورة. برضو كان في أدوات الاستفهام زي ما ومتى. هو الاسم المقصور هو اسم مش فعل ومش حرف أو أداة استفهام. برضو بيقول لك إن الاسم المقصور هو اسم معرب بيجي عليه الثلاث علامات اللي هم الضمة أو الفتحة أو الكسرة، سواء مقدرين أو غير مقدرين، ولا يصح أن يكون مبنيا زي هذا. طيب، الاسم المقصور عندي أول حاجة كلمة علا. أنا لو عايز أجيب المثنى بتاعته عايز بس أخد بالي من الاختلاف اللي موجود هنا، أو إحنا كنا قلنا في الفصل لما شرحنا الدرس دوت إن الألف بتاعت الاسم المقصور لو جت رقم 3، عين، لام، ألف، الألف هنا رقم 3. قلنا لو هي مكتوبة ألف إن الألف دي بتقلب واو وبحط العلامات بتاعتي عادي. طب تعال نجربه. علا عايز اجيب المثنى بتاعها، ادي العين واللام، الالف هنا احنا اتفقنا ان هيبقى اصلها واو، يبقى علا وان بزود العلامه بتاعه المثنى في حاله الرفع الالف والنون، او علا وين في حاله النصب والجر الياء والنون. طيب، جمع المؤنث السالم برضو نفس القاعده، الالف مقلوبه واو، علا وات. يعني انا بقلب الالف لواو وبحط العلامات بتاعه المثنى او العلامات بتاعه جمع المؤنث السالم. مش بتتجمع جمع مذكر لان الكلمة اصلا مؤنثة. نشوف مثال تاني. عصا، الالف هنا رقم كام؟ رقم 3. واحنا اتفقنا ان الالف لو مكتوبة بالشكل ده اللي هو الف يبقى اصلها ايه؟ الواو. يبقى انا هقلب بقى الالف لواو وهحط العلامات بتاعتي على طول اللي هي العلامات بتاعت المثنى الالف والنون والياء والنون، او العلامات بتاعت جمع المؤنث اللي هي الالف والتاء. طب نشوف، ادي كلمة عصا، الالف دي اصلها واو، تبقى عصا وين. قلبت الالف لواو وحطيت العلامات على طول، او عصا وين، برضو قلبت الالف لواو وحطيت العلامة بتاعت المثنى. طب الفرق تاني ما بين الالف والنون واليه والنون، ان الالف والنون في حالة رفع المثنى واليه والنون في حالة نصب او جر المثنى. عصوات، الالف قلبتها لواو وحطيت الالف والتيه زي ما هم. طيب، كلمة فتاة، نحاول نفتكر مع بعض. انا اتكلمنا وقلنا ان الالف لو جت رقم 3 في الاسم المقصور بس مكتوبة اليهدي اللي هي احنا بنقول عليها الالف اللينة، اذا كانت مكتوبة بالشكل ده انا بردها ليه. يبقى تاني، الالف بتاعت الاسم المقصور لو مكتوبة الف بردها الواو. طب لو مرسومة على شكل اليه اللي هي الالف اللينة بردها ليه وبحط العلامات بتاعت المثنى والجمع عادي. طب نجرب فتى، طالما مكتوبة بالشكل ده تبقى فتى يا. طب انا حطيت الف والتاء وحرف الي بحط علامات المثنى عادي، يبقى في حاله الرفع فتيان، في حاله النصب او الجر فتيين. طيب تاني، فتى عايز اجمعها جمع مؤنث سالم. احنا قلنا ان الف المقصور اذا جاءت رقم 3، ادي 1 2 3، وجت مرسومه بالشكل ده اللي هو حرف الي او الالف اللي هنا بتتقلب على طول ليه. طب لو كانت مكتوبه الف بتتقلب لواو زي ما موجود قدامي هنا. طيب، فتيات، عملت ايه في كلمة فتيات؟ انا رديت الالف لاصلها اللي هي ليه وحطيت العلامة بتاعت الجمع على طول. فتى ما بتتجمعش جمع مذكر سالم لانها بتتجمع تكسير على فتيان وفتية. كلمة هدى، خلاص بقى احنا
طبقنا على مثال فوق، فاعتقد ان هنا الموضوع هيبقى اسهل شوية. احنا قلنا الف الاسم المقصور اذا جت رقم 3 ادي 1 2 3 ومرسومة بالشكل ده، بردها لاصلها اللي هو اليه، يبقى اله والدال واليه، وبزود العلامات على طول، يبقى هديان او هديين او هديات. طب ليه هدى ما تتجمعش جمع مذكر سالم؟ لان هي مؤنث. بيقول لك اهو، يلاحظ او القاعدة بتاعتنا، اذا كانت الف الاسم المكسور مكتوبة ثالثة او الرقم ده 3 مكتوبة على شكل الالف، بتترد لاصلها اللي هو الواو. واذا كانت مكتوبة رقم 3، يعني ايه رقم 3؟ بعد ده حرف 2 3. اذا كانت مكتوبة على الشكل ده او اللي هو الياء الالف اللينة، بترد لاصلها الياء. عايزين بقى نشوف اذا كانت الالف بتاعت الاسم المكسور اللي هي سواء مكتوبة الف او مكتوبة ياء اللي هي الالف اللينة، لو جت رابعة او اكتر هعمل معاها ايه لما عوز اخليها مثنى او جمع. هنا كلمة اعلى، الالف بتاعت الاسم المكسور رقم كام؟ تمام، 1 2 3 4، يبقى دي رقم 4. بيقول لك ان اذا كانت الالف بتاعت الاسم المكسور 4 او 5 او اكثر هي بتقلب على طول ياء. هنا الموضوع بقى اسهل، ان انا ما عنديش بقى اشوف يا ترى هي واو ولا ايه، لا خلاص طالما الالف دي جت رقم 4 او اكثر هي على طول ياء. طب كلمه اعلى، ادي الالف والعين واللام، وهرد دي لاصلها اللي هو اليه، اعلى يان. طب انا عملت ايه هنا؟ ولا حاجه، مجرد بس ان رجعت دي لاصلها وحطيت العلامات، اعليان اعليين. طيب لا تجمع لانها على وزن افعل. في الصرف بيقول لحضرتك ان اعلى على وزن افعل، وان الوزن ده مذكر، والوزن المذكر دوت مش بيتجاب منه جمع المؤنث السالم. طيب عايز اجمعها جمع مذكر سالم، يا ريت بقى اركز في حاجه. في الاسم المقصور او في الاسم المنقوص، الالف اللي موجودة في الاخر او اليه اللي موجودة في الاخر بتتحذف، ما بتبقاش موجودة، بشيلها وبحط العلامات بتاعت جمع المذكر على طول. يعني اعلى دي لو عايز اجمعها مذكر سالم هاخد الالف والعين واللام هناك كده، واحط على طول الواو والنون او اليه والنون. ما بقولش اعلوون او اعليين، لا هي اعلون واعلين. يبقى بركز هنا، يلاحظ عند جمع المذكر السالم تحذف الالف وتكتب علامة الجمع. برضو في الاسم المقصور او في الاسم المنقوص زي كلمة الداعي، مش هقول الداعيون او الداعيين، لا هقول الداعون والداعين. اليه اللي موجودة في الداعي الحرف الاخير انا بشيله بس في حالة جمع المذكر السالم. ناخد مثال تاني، كبرى. كبرى على وزن ايه؟ على وزن فعلة. طب احنا قلنا ان افعل ده الوزن المذكر ما بيتجابش منه جمع المؤنث السالم. عندي برضو كبرى الوزن فعلة، ده الوزن المؤنث ما بيتجابش منه جمع المذكر السالم. طيب احنا الالف هنا موجودة رقم 3، ادي 1 2 3 4. احنا قلنا اذا كانت الالف اللينة موجودة على رقم 4 او 5 او اكتر بردها لاصلها على طول اليه، يبقى انا هاخد الكاف والبه والره واليه بعد ما رديتها لاصلها، وهزود العلامات بتاعة المثنى اللي هي الالف والنون في حالة الرفع، او الياء والنون في حالة النصب او الجر. طب عايز اجمع جمع مؤنث سالم، برضو الموضوع سهل، ادي الكاف والبه والره، وهرد الالف بتاعة المقصور اصلها اللي احنا اتفقنا اذا جت 4 او اكتر بقول عليها ياء، تبقى كبرى، ادي اليه موجوده اهي، وبحط العلامه بس بتاعت الالف والتاء. الموضوع سهل ومش محتاج ان انتوا تصعبوه على نفسكم. طب ليه كبرى ما بتتجمعش جمع مذكر سالم؟ لان احنا قلنا فوق في وزن اسمه افعل، افعل ده وزن مذكر في الصرف، ما ينفعش اجيب منه جمع المؤنث السالم. طب اللي بيوازيه فعلى، الوزن ده بيدل على ان الكلمة مؤنثة وما بجيبش منها جمع المذكر السالم. كلمة مستشفى، 1 2 3 4 5 6، خلاص هي الالف بتاعت الاسم المقصور هنا عدت التلاتة، هنا جت رقم 6، واحنا اتفقنا 4 او 5 او اكثر الالف بتتقلب لياء. طب بعد ما بقلب لياء يا استاذ بعمل ايه؟ بعد ما بقلب لياء بحط العلامات على طول، يعني مستشفى دي هتبقى ايه؟ مستشفيات، رجعتها لاصلها اللي هو ليه، وبحط الالف والنون في حاله الرفع، هتبقى مستشفيان او مستشفيين في حاله النصب والجر. طب لو عايز اجمعها جمع مؤنث سالم، برضو باخد الالف دي وبردها لاصلها اللي هو الياء، وبقوم حاطط العلامه بتاعت جمع المؤنث السالم اللي هو الالف والتاء، تبقى مستشفيات. طب ليه مش بتتجمع جمع مذكر سالم؟ لان هي بتجمع على التكسير وبيبقى جمعها مشافن. طب نتخيل هنا ان انا كتبت مثلا كلمة مصطفى،
مصطفى هنا الالف برضو بتاعت الاسم المقصور مش رقم 3، فاحنا قلنا ان كله بيرد للياء. طب لو عايز اجيبها مثنى هتبقى مصطفيان او مصطفيين في حالة النصب والجر. طب عايز اجمعها جمع مؤنث سالم هتبقى مصطفيات. طب لو عايز اجمعها جمع مذكر سالم هتبقى مصطفون ولا مصطفيون؟ انهي الاصح؟ احنا قلنا ان الياء مش هتبقى موجودة او الالف اللينة مش هتبقى موجودة، يبقى بقول مصطفون زي اعلون، اخدت الالف والعين واللام وحطيت العلامة على طول بتاعت الجمع اللي هي الواو والنون، يبقى في مصطفى كذلك. انا بس عايز اكد على حضرتك ان في جمع المذكر السالم الحرف الاخير ده كأنه مش موجود، باخد الكلمة من غير الحرف الاخير وبضيف العلامة بتاعت جمع المذكر السالم، هتبقى مثلا مصطف ما خدتش بقى الالف وهزود الواو والنون مصطفون، او هزود الياء والنون في حاله النصب او الجر هتبقى مصطفين. سن واجمع مما ياتي او الكلمات الاتيه، كلمه سهى. طيب الالف بتاعت الاسم المقصور هنا رقم كام؟ رقم 3، واحنا اتفقنا ورا اذا كانت مكتوبه على شكل الالف بترد لاصلها، اللي هو الالف هتترد لاصلها الواو ولا الياء؟ طالما مكتوبه كده يبقى هتترد لاصلها الواو. طب ادي السين والهاء والواو، وهحط العلامات بتاعه المثنى سهوان او سهوين. طب عايز اجمعها جمع مؤنث سالم هتبقى سهوات، بحط الواو وبحط العلامات زي ما هي مش بضيف حاجه من عندي. وطبعا سها مش هتتجمع جمع مذكر سالم لان هي اصلا مؤنث. طب عظمى دي على وزن فعلة، يبقى انا في الاول كده اخدت بالي ان عظمى ما ينفعش تتجمع جمع مذكر سالم لان هي على وزن فعلة، ووزن فعلة ده وزن المؤنث. طب عظمى الالف هنا رقم كام؟ مش رقم 3، يبقى احنا خلاص اتفقنا ان هي بترد الاصلها على طول الي، واحط العلامات على طول تبقى عظمى يان، ادي الالف والنون بتوع المثنى في حاله الرفع، او عظمى يين الياء والنون في حاله النصب او الجر، عظميات في جمع المؤنث السالم. طبعا باخد بالي لما بيقول لي سن الجملة او اجعل الجملة للمثنى او لجمع المذكر، باخد بالي من الاعراب، مش اي حاجة تبقى سهوان او سهوين، لازم اخد بالي الكلمة لو مرفوعة يبقى احط الالف والنون، مجرورة او منصوبة بحط الياء والنون. بشكركم جدا على حسن انصاتكم، ونكمل في الفيديو الجاي ان شاء الله.